القانون بتاعنا النظام الداخلي يقول ان العطله يعني او المده تبدا من اكتوبر الى نهايه جويليه، اليوم لان هو اخر يوم في مده العمل بتاع المجلس. بقى العمل بتاعنا مسترسل والمكتب مكتب المجلس في معنا متواصل، معنا فهمنا كونه في اجتماع مفتوح، معنا في اجتماع متواصل، في انعقاد اجتماع مفتوح. أيوة. في اي وقت نجم نجمعه، في اي وقت نجم نقرروا دوره استثنائيه بحيث ماناشي في عطل. يعني وارده دوره استثنائيه في الصيف هذي؟ وارده فهمتني، معناها مطلوبه وارده.